اسعد الله اوقاتكم. احنا بعدنا بالسوق القديم، البازار القديم. هسه يم اقدم باشا في كرماشان اللي هي يسموها باشا قرن، يعني قرن كامل هي عندها هذا الباشا. احنا هسه راح ندخل يم مامو يد الله وراح نتغدى اليوم يمه باشا، لانه هو يسموها ريوب، بس احنا هسه تقريبا الساعه 9 فراح يصير ريوب غدا هنا هو ريوب. اوكي هسه راح اخذكم يم عمو يد الله. ما يسال شلون كرماشان للاي مامو يد الله، مامو يد الله بس اوكي. السلام عليكم مامو. السلام عليكم. شلون قاسم؟ كم يبغونا حتى دنقي مامو ديابي؟ مامو يدتي كم صاله؟ 50 زيادة أخوان، 50 أنا كان زيادة ما عندي. باو قديش لي ربي؟ بير لي أبدون رحمتي بك. هو أكثر من 50 سنة هو وأبوه هم كان بهذا المحل، هو أكثر من 50 سنة وأبوه أكثر. ت مع كردستان إيشنا في داس با؟ داس با. ليرة كرماشان تعيشنا في؟ باشا. باشا باشا. هاي باشا باشا قصي كردية قصي فارسي. باشا دي. كردية كردية كيجان دي. كردية فارسي خو يكيدا. مخصوص أبو مخصوص كردي كرماشان وإيلام ورزواني فارسي يكيدا تقريبا. يكيدا يكيدا. خو إما مامو تشوني مامو. شبخان. مامو تشوني. تشوني. سلامتي. يلا مو تعازلي بكره. هذا ربي كيف انا بالله؟ عمو يد الله راح يسوي الباتشا هسه، راح نتغدى يمه. شوفوا هذا المحل كلش قديم. هلا هلا هاي القاصة مال عمو يد الله. يا قاصة كيتو بيلا قد ليرة والله مو ما زان اسم كاملة بيلا قي زان اسم كاملة مو زان اسم كي نجاتت كي لا دسم صندوق صندوق جاي خزانة خزانة كي نجاتي كي لا دسم مامو كس نجاتي نيا كي لا دسم ما يسا زانم في ليلة أموم لكم لا يا درمان خانة قادة هاي الصيدلية القديمة. آه